طلعت من بيتي اول في يوم السبت الصبح، كان علي دوام 24 ساعه، جيت وهي لليوم ضليتني انا موجود عند الشباب، يعني ما بعرفش عنهم حاجه الان، هم بتصل بس اتصال، اما موجود بين الشباب هنا وبين افرادنا وبين الشباب الموجودين داخل الاخلاء. طبعا احنا اخذنا لانه في الحرب 2008 تم استهدافنا واستهداف مواقعنا واستهداف سياراتنا واستهداف للطواقم. طبعا احنا في كل حرب في كل تصعيد بنخلي للمدارس الموجوده في 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 محافظتنا وعلى مستوى القطاع، يعني كل الدفاع المدني بيخلي في المناطق المدارس يعني. فاحنا في مجرد في اي لحظه ممكن يتم استهداف الطواقم والسيارات اللي انتم بتشاهدوها هذه. زي ما انت شايف طبعا الاسعاف تم استهدافه، واحنا يعني رايحين ننقذ ناس وننقذ المواطنين. اذا احنا رايحين ننقذ وتم استهدافنا، ما بالك في الموجودين في الميدان او الموجودين المواطنين. فالحمد لله تم اصابه السائق زميلي، طبعا اصابه طفيفه، والمسعف برضو اخر معانا تم اصابته اصابه طفيفه، والحمد لله ربنا نجانا الحمد لله من هذا القصف.